أشر على أنه مقدمة لتطوير شوارع أخرى ومحلات أخرى راح نشهدها بالأيام القادمة بسبب شوية تأخرت بسبب تأخر إطلاق التخصيصات المالية حقيقة، لكن متفائلين بعد العيد أكو جهود لوزارة المالية بإطلاق التخصيصات هذه المالية ضمن موازناتنا المتعددة، تنمية الأقاليم، الموازنة الاستثمارية، وأيضا حتى إحنا من إيراداتنا الذاتية راح نساهم بهذا الموضوع. هناك ثمان محلات وشوارع عديدة راح يطلق أعمارها حتى نخلي علاماتنا التثقيفية بهذا الشارع. العالم يحتاج أنه نرفع من الذائقة الثقافية، مهمة أمانة بغداد أن ترفع من الذائقة المعرفية والثقافية للمواطن البغدادي. الشارع الصناعي من الشوارع المهمة اللي شملت بهذا الموضوع، موضوع التطوير. مثل طبعا مثل تشوفون الشارع كان وضعه غير جيد حقيقة، تم تهيئته وتأهيله بالكامل، وكونه حقيقة يضم جامعة عريقة هي جامعة تكنولوجية بالتأكيد يكون اهتمام أكثر، إضافة إلى المجتمع اللي ساكن فيه أو المحلات اللي فيه، هي محلات حقيقة محلات الحاسبات وأغلبهم ناس كوادر مثقفة ومهمة حقيقة بالمجتمع.